إلى ذلك نظم الشباب المقاومة الوطنية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم ومجازر الحوثيين المرتكبة ضد المدنيين، ورفع المحتجون الشعارات المنددة بالجرائم الحوثية التي كان آخرها قتل ميليشيا الحوثي 9 من أبناء تهامة، لتعيد هذه الجريمة البشعة إلى الأذهان مشروع الحكم الإمامي الكهنوتي، مطالبين الحكومة بإلغاء اتفاقية ستوكهولم الذي أعاق عملية التقدم، واتخذ الحوثي من هذا الاتفاق مظلة يمارس به عملياته الإرهابية ضد المدنيين، محملين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له الأبرياء من جرائم شتى ترتكبها الميليشيات الحوثية أمام مرأى ومسمع منها. مطالب الآتي: إعلان الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية، مطالبة المحكمة الدولية المنظمة المتخصصة في حقوق الإنسان محاكمة هذه العصابات الإرهابية، مطالبة الحكومة الشرعية بإلغاء اتفاق السويد الذي ولد ميتا. قد خرج المتظاهرون يطالبون مجلس الأمن الدولي بإلغاء اتفاقية ستوكهولم وتحرير ما تبقى من ربوع اليمن ومن محافظة الحديدة وبقية مديريات الساحل الغربي.